اهلا وسهلا. اهلا بك. اخذت تذكره؟ الحمد لله اخذت تذكره بعد عناء، ولكن اخذت تذكره الحمد لله رب العالمين. ايش صعوبات اللي واجهتكم فيها؟ ما فيش، هو لان السفاره بتاعتنا والنادي الاهلي نزلوا على الصفحه بتاعتهم ان التذاكر موجوده عند الملعب الفرعي ديال نادي الرجاء اللي هم بيتدربوا فيه، ورحنا الصباح ما لقيناش، يعني ما لقيناش حد هناك، وبالتالي احنا من نفسنا كده قلنا نروح الاوتيل اللي نازل فيه اللعيبه، وجينا هنا قعدونا شويه، ولكن الحمد لله في الاخر خدناها، يعني الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. امين. والله بص، انا عايز اقول لك على حاجه، هو طبعا امنياتي اللقب يكون اهلاوي بحكم ان انا اهلاوي، ولكن انا نصي مصري ونصي مغربي، فاذا كان اهلاوي او اذا كان ودادي ففي النهايه احنا اخوات، ومش عايزين تكون في تعصب او عصبيه، بالعكس احنا مبسوطين جدا في المغرب وحسن استقبال، وبصراحة الحفاوة واللي احنا شايفينه من المغاربة حاجة كبيرة تتشال على الراس. يعني بالنسبة مقيم في المغرب؟ انا مقيم في المغرب، يعني في كلا الحالتين رابح. فكلا الحالتين مقيم في المغرب ومزوج مغربية. الله يخليك. شكرا. رسالتي للاعبين ان هم طبعا نادي الاهلي نادي كبير، ونادي الوداد نادي كبير، وبيمثلوا قمه الكره الافريقيه وزعامه الكره الافريقيه، ما يكون ما بين نادي مصري ونادي مغربي يكون ماتش رائع، ان هم يعملوا اللي عليهم، واللي يحالفوا التوفيق يكون لي الفوز ان شاء الله، ويكون ياخد اللقب وكده او كده زي ما قلنا، ان شاء الله نكون كلنا مبسوطين ان شاء الله، وكلنا اخوات باذن الله. احنا ان شاء الله نحضر ماتش الاهلي والوداد المغربي، وسواء الاهلي انا مصري يعني او الاهلي او الوداد المغربي، اللي يعتبر الاثنين جمهور واحد وبلد واحده، يعني ان احنا ما فيش فرق بيننا وبين المغرب، سواء فاز الاهلي او فاز الوداد المغربي فيعتبر فوز لينا برضه احنا الاثنين. كيف استقبلكم المغاربه؟ لا طبعا المغاربه من زمان، احنا شعب يعتبر واحد، احنا والمغاربه شعب واحد يعتبر. من الذي سيفوز في المباراه؟ انا يعني متوقع 2-1 للاهلي، متوقع يعني 300%. الان الحضور ديالكم امام الفندق، تكلمتم عن مسؤولي الفريق؟ لا انا ما تكلمش لسه، احنا جايين دلوقتي نشوف يعني فريقنا، لسه ما كلمناهمش ولسه ما عملناش اي حاجه. انتوا واضعين فيهم واحد ثقه انهم يفوزوا؟ نعم؟ واضعين فيهم واحد ثقه انهم يفوزوا؟ الاهلي طبعا بطوله افريقيا دي بتاعته من زمان معروفه. عندكم تذكره الملعب؟ لا جاي اشوفها انا لسه، اجي هم قالوا لي هنا مندوب اللي بيوزع التذاكر للمصريين، يشوف الجواز ويديك التذكره على طول. رسالتك للاعيبه؟ اللاعبين فين؟ الاهلي ولا الوداد؟ لاعبي الاهلي. طبعا بقول لهم شد حيلكم وان شاء الله كده موفقين باذن الله، وبرضه الوداد ان شاء الله موفق، احنا والوداد واحد عامه يعني. رسالتك للجمهور دي؟ نعم؟ رسالتك للجمهور الاهلي؟ رسالتي للجمهور الاهلي تحمسوا وتشجعوا بحماس وبكل ذوق وبكل احترام، لان احنا بنمثل مصر طبعا. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.